مرحبا بكم أيها الأعزاء المشاهدين الكرام في هذا اليوم وفي هذا الفيديو وفي نقطة جديدة معنا تتجدد معكم في كل فيديو. هذا الفيديو سيتحدث عن نقطة من نقاط وهي: هل ارتكبت خطأ في العمل؟ هل ارتكبت أخطاء في عملك السابق؟ هذه النقطة تتحدث عن أعمالك السابقة. هل ارتكبت خطأ أثناء عملك وأثناء دوامك في شركة أو في المشروع ما أو في مؤسسة؟ سوف يسألونك هذا السؤال: هل ارتكبت خطأ ما؟ وهناك العديد والكثير يرتكب الأخطاء، فليس منا كامل. هناك الكثير من الأخطاء نرتكبها أثناء العمل، ولكن نأتي بتصحيحها بأسرع وقت أو بحل هذه المشكلة بأسرع وقت أو بأسرع وقت ممكن. ملاحظة قبل الإجابة على هذا السؤال: تحليل عظمة الخطأ الذي قمت به وتأثيره على الشركة. لذلك يجب أن تحلل السؤال إذا كان كبير أو ضعيف، أو مدى تأثيره على الشركة، قوي ضعيف، أو تسبب في خسارة أو فيما إلى ذلك. اذكر الخطأ الذي ارتكبته واحتفظ بتركيز الإجابة على الخطوات التي سوف اتخذتها لتصحيحها. احرص دائما على إعداد مثال كنت قد فكرت مسبقا وما إلى ذلك، حتى لا تضعه على الفور. اشرح ما تعلمت من الخطأ وكيف جعلك موظفا أفضل في هذه الأخطاء التي ارتكبتها في الشركة. تجنب مشاركة أكبر خطأ ارتكبته على الدوام كمثال لك. استخدم أحد الأبرياء الأكثر قليلا ولم يكن له تأثير كبير. يعني لا تذكر الأخطاء الشائعة التي ذكرت كثيرا في حياتك، ولكن اذكر الأخطاء التي لديها تأثير قليل أو ضعيف على حياتك المهنية أو حياتك على حياة الشركة أو على المشروع أو العمل الذي عملت فيه والمؤسسة. اذكر الأخطاء التي ليس لها تأثير قوي ولم تذكر، لم تذكر بشكل كبير. ولكن هناك الكثير من الأشخاص يأتون بذكر الأخطاء بدون التركيز أو دون التذكر الأهمية لهذه الإجابة. إذا ذكرت الخطأ الأكثر له تأثيرا في حياتك فقد يكون سبب في رفضك. ركز جيدا وأتي بإجابات دقيقة وصحيحة ومعنية لهذا السؤال، فلا تأتي بالأخطاء الأكثر شيوعا أو الأكثر شيوعا في حياتك المهنية سواء في الشركة أو المؤسسة أو أي مكان. هناك عينات إجابة لكل نقطة، وهذه النقطة لديها عينات. أحد الأخطاء التي ارتكبتها هو أنني توليت جميع المشاريع ولم معرفة ما كنت أعمل عليه، يعني لم يخبر أحد الفريق الذي يشتغل معي بهذا العمل أو بهذا المشاريع التي أخذها في ذلك الوقت، لم يخبر بهم الموظفين تحت أمري. أسمح لكل من الشخصين معرفتهم ومجرد بهمهم لهذا. كنا جميعا قادرين على حل هذه المسألة، على أن نكون أكثر في الحل وتعيين توقعات ومواعيد نهائية واقعية. الغرض من هذا المثال أنه يجب أن تذكروا أخطاء يعني ارتكبتوها وتأتوا بشرح متناسق معها وكيف اتخذتم الحل السريع لحل هذه المشكلة متناسق بعد الذكر. لا تذكرونها مباشرة وإنما بخطوات أو بكلمات مسبقة معنية أو معينة تحدد كيف ارتكبت هذا الخطأ وكيف وجدت الحل لهذه المشكلة. وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا الفيديو القصير أفادكم وتكونوا استمتعوا معي في هذا الفيديو، وأتمنى أن نكون لنا لقاء آخر إن شاء الله في فيديو آخر، وأن نكون ليس لنا هذا الآخر الفيديو وإنما يكون لنا لقاء آخر متجدد إن شاء الله. كان معكم مقدم البرنامج جبريل المحمدي من هنا من شركة كاشف فودتك من الهند، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.